ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟ لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال: ليس المؤمن بالسباب ولا في الطعان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش ولا البذي. فالمؤمن يصون لسانه عن التفوه في السباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق فإنها ترجع عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة ترجع على من قالها إذا لم تجد من يستحقها. إذا كان من أصدرت إليه لا يستحقها، فلا يجوز أن المؤمن يستعمل اللعن، لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم ولا في حق المساكن ولا غير ذلك، فإن هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم. نعم.